فاضي اللي هو كان والهايف اللي قاعد فيه يلا حد يجيب لي القلم بس يا طيب يلا يا حبايبي ليه يا ابني حلو والله حلو والله حلو والله طب اتعشم تكون حالتكم العقلية والنفسية أحسن من المجموعة اللي فاتت لأنهم دمروني. عيني مفروض بالظبط إن أكل الفارما بيبقوا أحسن. واضح إن ما بقتش بتفرق خلاص يا حبيبي. كلكم فقدتوا كل حاجة. يا طبعاً النهاردة الحصة أطول ربع ساعة من كل مرة، يعني أطول ربع ساعة في الشرح وفي الداتا شو أنا عامله حوالي ربع ساعة عشان قايلين فيها أسئلة إم سي كيو كتير. لكن مش طويلة قوي زي ما هما بيقولوا. اضطريت اديهم بريك كتير وكل شويه اصحيهم. واحد بيشغل مصحرات دلوقتي اتعشم وبيتكلموا كتير برضه. فان شاء الله تكونوا هاديين كده. ايه ده هما الولاد فين يا حبيبي؟ كله بنات فين الولاد؟ طب الازهر ده ولا ايه فين؟ هو انا عايز لا انا شايف بس قصدي اقليه يعني. طيب يلا يا حبيبي الناس اللي حضروا الحصه مجمعه كان هقول لهم الانكلوجن جانيول في نهايه الحصه واخدين بالكم يعني انا شرحت حاجه اسمها انكلوجن جانيول في كل المجاميع ما عدا الحصه المجمعه اللي فات عشان صلاه الجمعه جت فانا هقول لهم الانكلوجن جانيول اخر دقيقتين في الحصه وبالتالي بقى كله يطلع لي المذكره اللي فاتت وانا لاحظت طبعا عشان ما بتذاكروش فنص الناس ما جابتش المذكره اللي فاتت محدش عارف بقى احنا خلصنا ولا لا طبعا انا قررت اعمل ايه هديكوا مذكره الاسبوع كله مره واحده مش كل بتاع قال يعني هو ده اللي مش هيخليكم تعملوا حاجه هنشوف ماشي انا معاكم والله العظيم كنت ممكن اديكوا كله لو كان خلص عارفين انا بغير الورقه من اول وجديد فعشان كده لو الحجه بتاعتكم ان احنا كل مره بناخد ورق خلاص هنخليه بالاسبوع روح يا باب الشهر يلا خلاص اقعدوا يا حلوين واتفاقنا المشهور اللي يبقى تعبان يعمل ايه؟ ينام ما يتكلمش ينام لكن ما يتكلمش بص احنا خدنا يلا يا جماعه عشان ان شاء الله 7:15 هناخد بريك عشان صلاه المغرب وبعديها هنرجع هيبقى قدامنا نص ساعه بالكتير ان شاء الله مش العشاء 7 ودقيقتين هناخد بريك على 7 اللي هو 7 ل 10 وانتوا طبعا جايين من الفارم ايه لما نخلص 7 ونص ده متاخر ايه؟ الحظر الساعه 12 لسه قولوا لي احنا خدنا الحصه اللي فاتت كله يطلع صفحه الانتي بايوتكس اكتنج اون رايبوزوم اللي هي صفحه كام يا حبايبي؟ 12 في المذكره القديمه واللي نسيها يقعد جنب حد معاه احنا هناخد النهارده 5 صفحات 3 من المذكره القديمه و2 من المذكره الجديده طيب قولوا لي احنا الحصه اللي فاتت خدنا ان البكتيريا بيبقى فيها كام شكل من الرايبوزوم جواها 3 صح؟ في حاجة اسمها سمول سب يونت دي كام اس؟ 30 على بال ما تصحصحوا يكون الأدان جه طيب وبعد كده في حاجة اسمها لارج سب يونت دي كانت كام اس؟ 50 بسم الله عليك طيب وبعد كده الاثنين بيتجمعوا أثناء البروتين سينسز بيعملوا لي بولي ريبوزوم دي كام اس؟ بسم الله عليك 70 احنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل دراجز بتشتغل على السيرتي اس وهوريكم صورتهم في الداتا شو هم بيشتغلوا ودراجز بتشتغل على الفيفتي اس هي دي الايه اللعبه بتاعتنا وطبعا سواء دي او دي هيعملوا انهبيشن للبروتين سينسيسيس بتاع البكتيريا طب واحده واحده بقى قولوا لي يا حبايبي نتوقع المجموعات الدراج اللي بتشتغل على السيرتي والفيفتي يبقى عندهم سيلكتيف توكسيسيتي ولا لا؟ سؤال بمعنى اخر هل دول يأثروا على الريبوزوم بتاعتنا ولا لا؟ ليه؟ اسم الله عليكم، فاكرين احنا قلنا احنا كيومن الريبوزوم بتاعتنا 40 اس و 60 اس وعشان كده هتلاقيني كاتب لك في اول سطر ان عندهم سيلكتيف توكسيسيتي لان البكتيريا الريبوزومز ديفر فروم هيومن ريبوزوم
واكتبوا جنب الهيومن رايبوزوم لو سمحتوا، اكتبوا جنب الهيومن رايبوزومز بين قوسين 40S and 60S عشان تبقى عارف الهيومن رايبوزوم دول ايه. 40S and 60S. طيب جميل، كله بقى يبص لي على السبور. هنبتدي الاول بالعيلتين اللي بيشتغلوا على الثيرتي اس. عيله اسمها امينو جلايكوزايدز، احنا مسمينها كده يا حبايبي لانها معموله كيميكالي من حاجه اسمها امينو شوجر. عارفين جلايكوزايد يعني شوجر، فالعيله اسمها امينو جلايكوزايدز. العيله الثانيه اسمها تيترا سايكلين. انتوا عارفين تتر يعني ايه؟ اربعة، وسايكلين لان في اربعة رينج، هقولها لكم برضه في الداتا شو معمولين من اربعة رينج. هما دول اللي بيشتغلوا على الثيرتي اس، وهنعمل لهم شفرة بسرعة. اكتبوا جنب دراجز اكتنج اون ثيرتي اس. امين، واحد اسمه امين، امين ركب اربع عجلات 30 لفة. امين، اكتبوا بس امين ركب أربع عجلات 30 لفة. نترجم، واضح إن أصعب حاجة في الحصة الشفرات. قولوا لي أمين اللي هي؟ الحمد لله. أربع عجلات تتر سايكلين. إيه بقى 30 لفة؟ عشان أفكرك إنهم بيشتغلوا على 30 اس، اسم الله عليك. يلا، كل يبص لي بقى. أول حاجة عيلة الأمينو جلايكوزايد. ليها عيب خطير كسايد افكت، حتى طبعا السايد افكت دي بتفاصيل اكتر في الفرد. هما نفرو توكسيك، يعني بيعملوا رينال فيلر، ممكن يمودلايز في الكيدني ويعملوا حاجه اسمها ايه؟ رينال فيلر. طيب مين بقى اعضاء عائله الايه الامينو جلايكوزايد؟ في اثنين، واحد اسمه ستريبتومايسين وواحد اسمه اميكاسين. نيجي بقى للستريبتومايسين. قولوا لي حبايبي، فاكرين لما خدنا ان في انتي بايوتيك بتطلع من بكتيريا ومن مولد اللي هم الناتشرال اوكيرنج، مش كان في بكتيريا اسمها ستريبتومايسيس؟ انا قلت لكم ما تحفظوش الاسماء الا لما اقول لكم. في البكتيريا كانوا اتنين، واحده اسمها ستريبتومايسيس واحده اسمها باسيلوس. شاطر يا دكتوره، برافو. احنا ليه مسمين الدراج ده ستريبتومايسين؟ لان جايبه من بكتيريا اسمها ستريبتومايسيس، عشان كده سميته ستريبتومايسيس. وبصوا بقى عشان نتعود الاسماء دي جايه منين. انتوا عارفين كلمه ستريبت عندنا في البكتيريا يعني تشين، سلسله، يعني البكتيريا دي اسمها ستريبتومايسيس لانها تحت الميكروسكوب عامله تشين، تشين اوف كوكار. فدايما اي حاجه في البكتيريا عندنا بتبتدي بكلمه ستريبت تعرف انها ايه؟ تشين. طيب يبقى عرفنا دلوقتي الستريبتومايسين ده سميته كده ليه. طب السؤال بقى، ليه عيب بيضرب الاتسكرينيال نيرف؟ انتوا عارفين الاتسكرينيال نيرف اسمه ايه؟ فيستيبولو كوكلي، هو بيضرب الكوكليار بارت، فعشان كده اوتو توكسيك، يعني تستعمله كتير تبقى اطرش على طول. يبقى هو ده السايد افكت بتاعه الجامد. طيب نيجي بقى الاهم حاجه، كله باصص لك وحريكوا صورتها برضه في الداتا شو. كيف تقاوم البكتيريا الستريبتومايسين الريزيستنس؟ قولوا لي يا حلوين، قصه عبيطه. دلوقتي انت عندك ادي البكتيريا هي، وانا عامل الدراج اللي اسمه ستريبتومايسين. لسه قايل لكم الستريبتومايسين ده مفروض يدخل على الثيرتي اس، صح؟ يلزق ويعمل انهيبيشن. المعلومه الجديده بقى، عشان يلزق على الثيرتي اس هو محتاج ريسبتور يستقبله، ريسبتور موليكيول. واحد يقول لي والريسبتور ده طالع منين؟ البكتيريا بتطلعه. بس خلي بالكم بقى، هي مش مطلعاه عشان تستقبل بيه الستريبتومايسين، هي مطلعاه عشان بيقوم بفانكشن معينه في الريبوزوم. انا استغليت المولكيول دي عشان الستريبتومايسين يلزق عليه. يبقى لو حد يفتكر لما اقول لك ريسبتور فور كذا ان البكتيريا مطلعاه مخصوص عشان يستقبل كذا، هي بتطلعه عشان يعمل لها فانكشن معين، انا استغليته عشان الدراج يلزق عليه. يبقى تاني، الستريبتومايسين عشان يشتغل بيلزق على ريسبتور موجود على الثيرتي اس. نفكر مع بعض بقى، البكتيريا دي عايزه تقاوم الستريبتومايسين،
تفتكروا ببساطة تغير ايه شفت بالظبط؟ هتقوم عاملة تشينج في الموليكيول دي، تغير الموليكيول دي، وبالتالي الستريبتومايسين مش هيقدر ينزل، يبقى كده مش هيشتغل. طب السؤال ده ازاي غيرت الريسبتور؟ بسيطة، دلوقتي البكتيريا عندها كروموزوم، حلو؟ اه، في جين على الكروموزوم هو المسؤول عن انتاج الريسبتور ده، في جين على الكروموزوم هو اللي مسؤول عن انتاج الريسبتور ده، تقوم زي ما انتوا قلتوا البكتيريا تعمل ميوتيشن. متى حصل ميوتيشن في الجين كده الريسبتور اتغير، كده بقت ريزيستنت للستريبتومايسين. يبقى تاني بقى انتوا باصين في الورقه كده، الريزيستنس تو ستريبتومايسين عباره عن ايه؟ تشينج ان ذا تارجت ريسبتور، يعني الريسبتور اللي موجود على السير تي اس بغيره. طب غيرته ليه؟ عملت ميوتيشن في الجين بتاع الكروموزوم بتاعها اللي هو مسؤول عن انتاج الريسبتور. طب ايه رايكم بقى؟ جملة بالعربي بسيطة تفكرني بالسطر كله، اكتبوا تحت الستريبتومايسين لو سمحتوا بالعربي. غير استقبال، غير تحت الستريبتومايسين، غير استقبال ابو سلسلة الاطرش، غير استقبال ابو سلسلة الاطرش، قلت الاطرش المصروف. قولوا لي غير استقبال اللي هو ايه؟ تشينج ريسبتور بالظبط. ابو سلسلة استريبتوم، مش احنا هنا استريبت دي عن سلسلة؟ طيب لاطرش اه السايد افكت اللي هي الاورف، ماشي. طيب بعد كده واحد تاني من العيلة اسمه أميكاسين، ده اهم حاجة فيه ازاي بتقاوموا البكتيريا، فانا هشرح المقاومة بتاعته مع الدراج اللي بعديه اللي هو التتراسايكلين اللي هو ليه نفس المقاومة بالظبط. قولوا لي بقى العيلة التانية تتراسايك، سمعتوا عنها في الفارما؟ اللي هي بتعمل ايه يا حبايبي؟ اوكي ليش للكالسيوم. بص دلوقتي التتراسايك لما انت بتاخده بيدخل في البون، فلما يجي الكالسيوم يدخل في البون يقوم التتراسايك ماسك فيه فيمنع الديبوزيشن بتاع الكالسيوم في البون، يبقى انت كده عندك عيب خطير في البون ولا لا؟ اكتر بون يبان فيها التيس، فتلاقي ايه بقى؟ يحصل يلوش ديسكالوريشن للتيت. انتوا عارفين يا جماعه سبب البياض بتاع السنان اللي هو طبقه الانيمل، طبقه الانيمل دي محتاجه كالسيوم، امتى تبوظ الكالسيوم مش هتبقى فيه طبقه بيضاء ولا حاجه. بس السؤال بقى السايد افكت ده يحصل امتى؟ حاجه من الاثنين، يا اما واحده حامل خدت الدراج اثناء الحمل فالبيبي لما يطلع له سنان بعد سنه او سنتين هيبقوا يلوش، يا اما طفل زيكو كده اقل من 8 سنين، لو برضو طفل اقل من 8 سنين برضو يحصل العيب ده، لكن اكتر من 8 سنين يا حبايبي ما بيحصلش العيب على الاطلاق، يبقى التتراسايكلين امن جدا فوق 8 سنين. يبقى بصوا في الورقه بقى مكتوب عندك ايه؟ تحت التيست ديسكالوريشن مكتوب لو بريجننت وومن خدته او ايرلي ان لايف، تكتبوا ايرلي ان لايف يعني بيلو 18 عشان الشفت بيلو 80s، هتاخدوا اكيد تفصيلا في الفارما بيلو 80s، لكن واحد كبير خد ما يهمكش. كل بص لي بقى نيجي لحاجه مهمه، كيف تقاوم البكتيريا التتراسايك اللي هو نفس الاميكاسين؟ ممكن تبصوا لي بقى على السبوره كده قولوا لي، فاكرين احنا في الجرام نيجاتيف بكتيريا في السيل وول كان عندنا حاجة اسمها اوتر ممبرين، صح؟ الانر بارت بتاعه مش كان عبارة عن فوسفوليبيد بايلير؟ ها يتخللها بروتين اسمها ايه؟ بورين، اسم الله عليكم. حد فاكر البورين دي كان وظيفتها ايه؟ شارب، بتعمل باسيف ديفيوجن للسمول موليكيول. بقى شاطرين، في بقى معلومة جديدة، يعني انت لو عندك سمول موليكيول عايزة تدخل البكتيريا هتدخل عن طريق مين؟ البوين. طب افرض بقى عندك لارج موليكيول، ما ينفعش تدخل عن طريق البوين، فبتدخل ازاي؟ عادي خالص، بيبقى فيه بروتين كارير يدخلها بحاجه اسمها اكتيف ترانسبورت.
مش انت عايز تنقل الحاجة عن طريق ممبرين؟ عندك طريقة اسمها بروتين كارير تستعمل اكتف ترانسبورت. حلو؟ ايه علاقة الكلام ده بموضوعنا بقى؟ اقولك انا الدراج اللي اسمه تتراسايكلين او اميكاسين الاثنين هما لارج موليكيول، فعشان يدخلوا جوه البكتيريا في بروتين كارير بيدخلهم في الاوتر ممبرين. طبعا السؤال، هي البكتيريا مطلعة البروتين كارير ده عشان تنقل بيه التتراسايكلين؟ لا، هي مطلعها عشان ينقل بيه حاجة تانية. انا استغليته ككارير لمين؟ للتتراسايكلين. الشرح خلص. قولوا لي بقى، البكتيريا دي عايزة تقاوم التتراسايكلين والاميكاسين، تعمل ايه؟ تغير البروتين كارير. ما تغيرت البروتين كارير كده لا التتراسايكلين ولا الاميكاسين هيعرفوا يدخل. يبقى ده كده عملت حاجة اسمها ايه؟ decrease drug permeability. يبقى بصوا بقى في الورقة لو سمحتوا، مكتوب قدام الاميكاسين decrease drug permeability، يعني ايه؟ حصل تشينج في الـ OMP. اختصار ايه؟ اوتر ممبرين. ايه؟ بروتين ولا بوين؟ بروتين. اخصى عليك، لو قلتوا بوين وقعدكوا سودا. هي البوين دي بتدخل باي باسيف ديفيوجن يا جوبر، دي اوتر ممبرين بروتين، لان البوين ملهاش علاقه بالاكتف ترانسبورت. يبقى دي اوتر ممبرين. على فكره الاختصار ده معترف بيه، اكتبوه كده في الامتحان، او ام بي يعني اوتر ممبرين بروتين. فعملت انهبيشن للاكتف ترانسبورت اوف ذا دراج، وده ميكانيزم اوف ريزيستنس للتتراسايكلين والاميكاسين، ونعمل له شفر. لانه جه سؤال ام سي كيو هنوريها لكم في الداتا شمال. اكتبوا تحت اس اميكاسين، على اليمين قدام تتراسايكلين اس اميكاسين. اكتبوا، ما تدخلش ما تدخلش ايمي، واحده اسمها ايمي بقى اللي راكبه اربع عجلات. وانا كل ما اقول لكم اسم تستغربوا كده، اسماء ربنا. ما تدخلش ايمي اللي راكبه اربع عجلات. مش عاجبك ايمي اكتب زن اي حاجه. قولي ما تدخلش يعني ايه؟ ديكريز دراج ديكريز دراج بيرميبيليتي، ما تدخلش. طب ها ايمي اميكاسي اللي عنده اسم ده بيكتبه مفيش مشكله، واربع عجلات زي ما احنا متعودين بتتراسل. في اي صعوبه يا جماعه؟ الدراجز النهارده سهله جدا، يعني هي بس اسماء لكن الميكانيزمات بتاعتها. يبقى احنا كده خلصنا الدراجز بتشتغل على ايه؟ ها اللي بتشتغل على السيرتيز، ما انتوا كنتوا كويسين. طيب بعد كده، والنبي اللي قاعدين لوج ورا دول معايا، انتوا بتشرحوا لبعض ولا بتتكلموا؟ بصراحه بتشرحوا لبعض، انا مصدق. والله الصدق بيبص من عينيك. والله كملي شرح، كملي شرح ايه اللي بتتحكي فيه ده؟ ماشي، بص حصه كوميديا. يلا يا حلوين نكمل. بص تعالوا نشوف بقى اللي بيشتغلوا على ال 50 اس اسهل بكتير. اشهر واحد، وده هتسمعوا عنه في الفورم، واحد اسمه كلورامفينيكول. خدتوه بس انا سمعتكم لسه ما خدتوش تفاصيل عنه. بصوا يا جماعه، بطل استخدام هذا الدواء. ليه بقى؟ بيعمل سايد افكت خطير، بون مارو ديبريشن. قولوا لي سمعتوا عن حاجه اسمها ابلاستيك انيميا؟ يعني بون مارو ما طلعش حاجه، هو بيعمل ابلاستيك انيميا، وبالتالي ما حدش بيستعمله دلوقتي. هم دلوقتي بيستعملوه اطراف العين بس توبيكال، لكن ما حدش بيستعمله. طيب بس لازم تبقى عارف. طيب السؤال بقى حاجه عبيطه، كيف تقاومه البكتيريا؟ الريزيست بسيطه، هتطلع انزيم، البكتيريا تطلع انزيم اسمه اسيتايل ترانسفيريز بيكسر، يعني الميكانيزم هنا ديستركتيف انزيم. طيب سؤال قبل، نتوقع، انتوا سيبوني نتوقع، الجين اللي مسؤول عن انتاج هذا الانزيم يبقى على كروموزوم في البكتيريا ولا على بلازميد؟ بلازميد. ولا ما تفرقش معاك وده زي ده؟ بلازميد. انا لما اسال حاجه يبقى اكيد خدنا حاجه شبهها. بلازميد. شب. قولوا لي سمعت يا تسمعوا رعد عن حاجه اسمها ار بلازميد؟ الار بلازميد اللي هو مسؤول عن انتاج الانزيم اللي اسمه ايه؟ بيتا لاكتاميز، واللي مسؤول عن انتاج الاسبل، صح؟ مش احنا قلنا اي ديستركتيف انزيم بتطلعه البكتيريا ده بيبقى نتيجه ار بلازميد؟ احفظها كده،
يبقى اي انزيم ديستركتيف للانتي بايوتيك ده بيبقى ميديتد باي بلاد، وبالتالي اكتبوا بالرصاص لو سمحتوا، مكتوب destroyed by acetyl transferase، اكتبوا بين قوسين mediated by R plasma. طبعا انتوا عارفين R دي اختصار ايه؟ resistance. بالظبط mediated by R plasma. حلوة. بقيت بقى الدراكس ما فيهاش الا اسامي، فبصوا في الورق لو سمحتوا نراهم مع بعض، هنعمل لهم شفره برضه. عندي عيلة اسمها ماكرو لايت، تعرفين يا جماعة ماكرو يعني كبيرة، هي معمولة من رينج كبيرة فبيقولوا عليها ماكرو لايت. وأشهر ممبر في الماكرو لايت ممبر اسمه إريثرومايسين، تعرفين اسمه التجاري إريثروسين، ده بيستخدم في علاج التونسيلايتس، واخدين بالكم؟ مشهور في علاج التونسيلايتس. المهم بعد كده بصوا في الورق، عيلة اسمها أزالايت. بعد كده دواء بقى مشهور وهنتكلم عليه جامد قوي اسمه كليندامايسين. اهميته ايه بقى يا جماعه؟ بيتسبب في سايد افكت خطير اسمه سوبر انفكشن، يؤدي الى مرض اسمه سودو ممبريناسكولايتس. ده بقى اللي هنشرحه بالتفصيل الصفحه اللي بعدها، بس قبل بقى ما نقلب الصفحه عايزين جملة بالعربي تفكرني بالدراجز دي كلها، فاكتبوا بقى قدام دراجز acting on 50 is او تحت خالص، اكتبوا من غير تعليق لو سمحتوا. كلوا عظم مكسر، طعمه كده، كلوا عظم مكسر ومكرونة بدمها دي بقى انقح. انتوا شفتوا عربز جوب تالنت، واحد كل تعبان وعقرب، فده بالنسبه له دي الحلويات بتاعته يعني. فاكتبوا يبقى كلوا عظم مكسر ومكرونه بدمها شويه صراصير، هتحسوا شوفوا بقى بعد الوجبه دي هتحسوا احساس بنظافه سوبر، يعني بعد ما كنت جربان وبتهرش بعد الوجبه دي تبقى نظيف سوبر، هتحسوا بنظافه سوبر، يعني نظافه عاليه قوي. نيجي للترجمة، كلوا رام فينيكو مكرونة، بون مارو ديبريشن، صح؟ طيب، طبعا كان المفروض نقول كلوا كوارع، انتوا عارفين بون مارو اللي هو كوارع يعني، المهم كان له عضو خلاص، طيب، مكسر، مش هو بيتكسر بإنزيم، ده الميكانيزم اوف ريزيست، مش الميكانيزم اوف ريزيست بتاعه ديستراكشن، فمكسر، طيب، ومكرونة ماكرولايت بدمها اريثرو، قولوا لي هو الاريثروسايت مش يعني كرات الدم الحمراء حاجه كده لا تملكونها؟ اذا يبقى لما اقول لك حمراء يبقى يفكرك بكلمه اريثرو. الجايه بقى دي صعبه شويه فمحتاجه تركيز، قولوا لي عارفين كلمه كلين؟ مش كلين يعني نظافه، فتنفع كليندامايس؟ يعني احنا مش حاسه انجليزي مش عند ميس نجله هنا، اعتبر دي كلين. واحد قال لي كلين بتتكتب بطريقه مختلفه، يعني احنا مش هنتحنا كده، يبقى كلين اللي هي كلين دوايس نظافه. ايه سوبر دي؟ سوبر ماشي سوبر انفكشن. يلا يا جماعه لا ازلايد ملهاش، اللي فيكوا يعمل لها حاجه كويسه يقول لي وادي له جايز 10 جنيه الحصه الجايه ان شاء الله. ايه ازلايد مش داخله في الصف يعني، ايه الدقه دي؟ سوبر اللي هي سوبر انفكشن هتحسوا لا عشان نربط الجمله الواد بيذلني هتحسوا دي اللي هي ايه؟ طب يعني اقول لك نقطتين نظافه سوبر؟ ايوه ابتدت اعصار الفارما بقى تطلع، ايوه مع نفسين بانجو كلنا هنبقى كده. لا والله بس انتوا والله العظيم حالتكم احسن من المجموعه اللي فاتت، واضح انكم شوكت فما فيش ريسبونس. بس قاعدين هاتين مش هادي تقول لي ما تقلبوش الصف. بصوا بقى يا حلوين، بصوا لي يا حبيبي، اخر سطر في الصفحه اللي احنا كنا فيها انا بقول لك ايه؟ كسايد افكت من الكليندامايسين بيحصل حاجه اسمها سوبر انفكشن، صح؟ ومرض معين. انتوا عارفين بقى يا حبايبي مين السبب في السوبر انفكشن دي؟ بكتيريا في جسمنا اسمها نورمال فلورا.
وبالتالي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنناقش كل ما يتعلق بحاجه اسمها نورمال فلو. طبعا الكتاب كاتب درس النورمال فلو ده في حاجه اسمها هوست بارازايت ريليشن شيب في الاخر، لا توقيته بقى اللي احنا ناخده مع السوبر انفكشن عشان نفهم يعني ايه سوبر انفكشن بالتفصيل. نقلبوا الصفحه بقى ونبتدي، خلاص الكلام اللي هو بتاع الاسامي ده خلص، نبتدي بقى النورمال فلو. يلا ركزوا معايا، ماشيين بيت كويس. دلوقتي اجي في الامتحان اقول لك يا عم الحاج ديسكاس نورمال فلو، ده سؤال على خمس درجات. بصوا بقى في الورقه ايه الايتم، هما خمسه ايتم عندنا. اول ثلاثه ايتم اسمهم دي تي تي، ده حاجه اي كلام يعني. اول حرف من كل ايتم دي ديفينيشن، ودي تايم اوف اكويزيشن، اوعى تكتب في الامتحان دي تي تي، انا هفكرك بس العناوين. وبعدين تي الثالثه اللي هي تايبس، وبعدين اهم موضوعين بقى البينيفيشال افكت اوف فلورا، ازاي الفلورا بتفيدك، والاخر موضوع العكس الهارمفول افكت اوف فلورا، ازاي الفلورا بتضر. يلا قصه عبيطه قوي الفلورا. اول حاجه يا حبايبي الديفينيشن بتاع الفلورا، اكيد سمعتوا عنها في البايب. الفلورا دي عباره عن اورجانيزمات سواء بكتيريا او فنجان بتعيش في جسمنا كله واحنا هيلثي. يبقى اي واحد فينا يا حبايبي لازم يكون عليه عائلات كثيره من الفلورا. طب السؤال ده جات لنا الفلورا اقول طول ما احنا في اليوترس يعني اثناء البريجنسي مفيش فتفوتة بكتيريا بتدخل لنا، لان من رحمه ربنا اليوترس بتاع الام بيبقى سترايل، وطبعا انت هتبقى متحوط بالبلاسينتا الممبرين، وبالتالي ولا فتفوتة بكتيريا تدخل. اول بقى لحظه في الولاده اللي هي بتبتدي بحاجه اسمها رابتشر اوف ممبرين، سمعت عنها في الاناتومي؟ يقول لك بيلعبوا الارنطش، واخدين بالكم بالبلدي كده الارنطش، يعني الممبرين بتاعت البلاسينتا انفجرت. يبتدي بقى البيبي يعدي الفاجينا بتاعت الام. الفاجينا بتاعت الفيميل فيها بكتيريا، فتبتدي البكتيريا تدخل. وبعد كده بقى اول ما تتولد وتفتح بقك تقول واء. اول نفس بتبتدي تاخد البكتيريا اللي في الهواء. واخدين بالكم؟ وبعد كده عن طريق الاكل والشرب مليانين بكتيريا فبتاخد فلورا، وعن طريق النورمال بيرسون يعني وانت طفل صغير كده شكلك حلو يجي بقى حد يبوسك كده بقه ومناخيره مليانين فلورا فينقل لك الفلورا. يا معلش قال يعني انت بنت اختك ما بتبوسيهاش يعني تبيها يعني. طيب ما عليك. طيب المهم وكده بقى بص يا حبايبي الفلورا هتفضل في جسمك لا تنتهي، وهي دي اللي بعد ما نموت هي اللي بتعمل لنا بيتريفاكشن وبتحللنا، هي الفلورا اللي هي جسمنا. طب السؤال بقى كده عرفنا التايم اوف اكوزيشن، تعالوا نشوف انواع الفلورا. احنا عندنا نوعين من الفلورا والاسم بيغششنا. اول نوع اسمه ريزيدنت، حد عارف يعني ايه ريزيدنت بالعربي؟ مقيمه، اللي هي معنى اخر بيرمننت فلورا، يعني دي لا تختفي من جسمك ابدا. واشهر اكزامبل هي الفلورا اللي في الجي ار دي. انتوا عارفين يا جماعه الاكل اكتر حاجه والشرب مليانين بكتيريا، وبالتالي الفلورا اللي في الجي ار دي لا تختفي. النوع الثاني بقى اسمه ترانزيانت فلورا. طبعا انتوا عارفين ترانزيانت يعني بالعربي مؤقت. بصوا لي بقى كده الفلورا يا حبايبي اللي في السكين واللي في النوز ممكن تختفي مؤقتا لان الهواء بيشيلها، يعني طيارات الهواء اللي بتبقى موجوده ممكن تسحب لك شويه فلورا من السكين ومن النور، لكن بترجع تاني، يعني في طيارات هواء اخرى بتجيبها، لكن ممكن تلاقي فجاه عيله معينه اختفت من السكين. يبقى اكتبوا بقى هي ليه ترانزيانت هنا؟ اللي هي الفلورا اللي في السكين والنور، ليه هي مؤقته؟ اكتبوا. ديسبليسد يعني بتتشال. ديسبليسد باي اير كارنتس. يعني طيارات الهواء displaced by air currents اللي هي طيارات الهواء. ماشي. طب الكلام الفارغ بقى تعالوا بقى اهم حاجتين، ما هي البينيفيشال افكت وما هي الهارمفول افكت، عشان نفهم موضوع اسمه ايه سوبر انفكشن. اول سؤال نساله لنفسنا، احنا عندنا في جسمنا عائلات كتيره من الفلورا، من رحمة ربنا محدش يكتب حاجة، كل العائلات دي
لو نمبر في جسمنا. يعني اديكم مثلا، عندنا مثلا في الماوس بتاعنا في فلورا اسمها كانديدا. فاكرين الفنجس اللي اسمه كانديدا اللي هو بيتكاثر باي بادي؟ ده فلورا في الماوس. وجنبيه مثلا شويه استاف ممكن يبقوا فلورا، وعائلات تانية كتير، قول 10 عائلات فلورا في الماوس. السؤال بقى، في الاحوال الطبيعية العشر عائلات دول عددهم قليل كل واحد. واحد يقول لي اشمعنى؟ ده انت عمال تاكل وتجددهم على طول. حاجتين، اول حاجة الاميونيتي. قولولي هي الفلورا دي بالنسبة لنا مش حاجة غريبة ولا ده؟ طبعا. وبالتالي الاميونيتي بتضرب فيها، وبالتالي عددها قليل. الحاجة التانية بقى الأهم، هما بيضربوا في بعض في الصراع البقاء، حاجة اسمها ميتيوال انهيبيشن. مش احنا فاكرين في درس الانتيبيوتيك لما قلنا كل بكتيريا بتحاول تطلع مواد سامة عشان تقتل البكتيريا اللي حواليها ولا لا؟ فهم نازلين طحن في بعض، وعشان كده المحصلة النهائية ان كل واحدة له نمر. الكلام ده بقى انا كاتبه فين؟ طلعولي رسمة الألوان بتاعت الصفحة اللي فاتت اللي هي بتاعت الميزوزوم والبروتين جانيول والريبوزوم. تاني صفحة فيها، دي صفحة بعديها على طول أبيض وأسود. اللي معلش يا جماعة اللي لسه بقى ولا حاجة يشوف جنبي، بصوا بقى أول فترة، يعني الصفحة دي أنا هشرحها على أجزاء، اللي هي الصفحة اللي بتبتدي بكلمة سوبر انفكشن. طيب هتلاقيني كاتب لك إيه كل، يبص في الورق اللي أنا شرحته. فلورا أركبت اللو نمبر باي حاجتين، أول حاجة ميتشوال انهيبيشن يعني هما بيموتوا بعض. تاني حاجة اميونيتي، الاميونيتي بتضرب فيه. جميل؟ خلوا بقى الصفحة دي مفتوحة ونرجع تاني الموضوع. الايتم الرابع اللي انا هقوله حاجة اسمها، كله باصص لي على الصفحة، البينيفيشن افكت اوف فلور. يعني السؤال ايه الادوار الكويسة اللي بتلعبها الفلور؟ طبعا في معلومات قديمة خدتوها في الدايت، مش احنا عندنا فلورا في اللارج انتستين بتطلع فيتامين، فيتامين كي وفيتامين بي كومبلكس. انا هنا بقى بهتم اكتر بيه، الدور اللي بتلعبه الفلورا كجزء من الاميونيتي بتاعت الجسم. تخيلوا احنا لما ناخد الاميونيتي هناخد ان الفلورا تعتبر جزء من الاميونيتي. ليه بقى؟ كله يبص لي على الصبون. ادي يا حبايبي الجي اي تي الانتستين اللي هو معقل الفلورا، وناخد اشهر فلورا في الجي اي تي. سمعتوا عن بكتيريا اسمها ايكولاي؟ اللي هي شريشيا كولاي، هناخدها في الترم التاني. بصوا بقى الايكولاي كفلورا بتبقى اوكيوباي السيرفيس بتاع الميكوزا السيلفي. خلي بالكم الفلورا عاده عمرها ما تعمل انفيجن، يعني عمرها ما تدخل جوه الخليه، لان لو دخلت خليه هتعمل ديزيز. فهي بتبقى موجوده على سطح الايه؟ على سطح الخلايا. قوم ايه بقى؟ حضرتك اتعرضت لباثوجينيك بكتيريا، الاكل بتاعك كان ملوث ببكتيريا باثوجينيك. السؤال بقى ازاي الايكولايكا فلورا هتحميك من الباثوجينيك؟ واضحه. قولوا لي الباثوجينيك دي مش عشان تدخل الانتستين لازم الاول تعمل اتاتشمنت؟ طب الايكولاي هنا عامله ايه؟ واخده كل اماكن الاتاتشمنت، فما فيش مكان تلزق فيه الباثوجينيك. فاول ميكانيزم حاجه اسمها اوكيوباين الاتاتشمنت سايت. الحاجه الثانيه، طب هي بقى فضلت كده مش عارفه تعمل اتاتشمنت، تبتدي الفلورا تنافسها على الاكل اللي في الانتستين وتاكل الاكل قبلها. عارفين ايه يا حبايبي؟ لانها متعوده. بمعنى هي الفلورا دي مش قاعده في الانتستين على طول ولا لا؟ فحصل لها ادابتيشن على الاكل فبتاكله بسرعه، عكس الباثوجينيك بتضطر الاول تاخد فتره تعمل ادابتيشن. فاللي بيكسب معركه الاكل هو الفلورا، يبقى تاني حاجه حرمتها من الاكل. تالت حاجه كالعاده بقى هتبتدي الايكولاي الفلورا تطلع سبستانس هارمفول عشان تموت بيها في الصراع على البقاء، تطلع توكسيك ميتابولايت. يبقى هم دول التلات حاجات اللي من خلالهم الفلورا تمنع الباثوجينيك بكتيريا. تبص في الورقه بقى نرجعهم مع بعض. يبقى البينيفيشال افكت اوف فلورا ليه بعتبرها جزء من الاميونيتي؟ اول حاجه اوكيوباي الاتاتشمنت سايت بتاعت الباثوجينيك، ما تخليهاش تلزق.
تاني حاجه كونسيومينج نيوترين، اكتبوا عليها بالعربي لانها متعوده عشان تفتكروا. وبعد كده تالت حاجه برودكشن اوف توكسيك ميتابولايتس. جميل يا حبايبي. طيب نيجي بقى لاخر ايتم اللي هو الاهم اللي هو هيخلينا نناقش يعني ايه سوبر انفكشن. الوجه الاخر السيء بقى، ما هي الهارمفول افكت بتاع الفلو؟ عشان نفهمه بقى ارجعوا لي للصفحه اللي هي بتاعت السوبر انفكشن لو سمحتوا، هي صفحه الشرح. لا معلش بس اكتبي، انا اول ما اخلص القصه صارت تبقى يعني مترابطه، اساليني بعد كده. انا متاكد انا 99% هجاوب على السؤال. عشان بس ما نقطعش القصه. لانها قصه مثيره. بصوا كلها عبر. بصوا السؤال، احنا دلوقتي عرفنا من شويه ان الفلورا كبت اللو نمبر عشان الاميونيتي والميتيو ايميونيتي. طب السؤال التاني، هي ليه يا دكتور الفلورا عاده ما بتعملش مرض؟ مش دي بكتيريا زي بقيه البكتيريا؟ بص بقى، عائلات الفلورا اللي عندنا بتبقى مقسومه جزئين، جزء نون فيرولنت. تفتكروا عن ايه نون فيرولنت؟ ما عندوش ولا عامل قوه، ده غلبان. وتخيلوا بقى هو نون فيرولنت ولو نمبر، يبقى ده استحاله انه يعمل لك اي حاجه مهما كتر في العدد، هو ما عندوش اي عامل قوه، فدول نون باثوجينيك ودول فل. النوع الثاني بقى هو اللي مشكله. النوع الثاني من الفلورا هو برضه لو نمبر بس لو فيرولنس. يعني ايه بقى لو فيرولنس؟ عنده عوامل قوة بس قليلة، وبما انه عدده قليل فكده مش هيعمل ديزيز. دول بقى بنعتبرهم قنبلة موقوتة، اللي بنقول عليها بالانجليزي بوتنشالي باثوجينيك. قولوا لي بقى استنتجوا، قولوا لي حاجة لاجل النبي، تفتكروا دول لو حصل ايه ممكن يعملوا لك ديزيز؟ لو هاي نمبر، لا واحدة واحدة، مش لو عددهم زاد كده هيعوضوا الضعف بتاعهم بكثرة العدد فيقوموا لابينك وعاملين ديزيز. يبقى الخطورة هنا في اللي هم لو فيرس. طول ما هم لو نمبر كويسين، حصل مشكلة النمبر بتاعهم عالي ممكن يعملوا لك ديزيز، وهو ده اللي هنقوله دلوقتي بقى. الأول بصوا في الورق كده، السهم التاني نقرا مع بعض. الفلورا نوعين لا فقط كان، اول حاجه لو نمبر ونون فيرولنس نون باثوجينيك، تاني حاجه لو نمبر ولو فيرولنس. قولوا لي بي بي اللي عندكم اختصار ايه؟ بوتنشالي باثوجينيك. بالظبط اكتبوها يا حبايبي، بي بي اختصار بوتنشالي باثوجينيك، واكتبوا بالعربي قنبله موقوته. قنبله موقوته، قنبله موقوته. طب الجدع يقول لي بقى زي ما الدكتور قال، قولوا لي بقى تفتكروا من الصفحه دي امتى النمبر بتاعهم يزيد؟ اطلع له فقره يا جدعان، انتوا تعرفوا. هو مين اللي بيخلي النمبر قليل يا جدعان؟ اول حاجه الاميونيتي، صح؟ طيب امتى تاني؟ لو الاذر فلورا اللي جنبيها بطلوا يعملوا الانهبيشن، مش في الحالتين النمبر بتاعهم هيزيد ولا لا؟ وده اللي هنقوله دلوقتي. ارجعوا لي بقى يا حبايبي للورق الاصلي وسيبوا برضه دي مفتوحه. بصوا بقى انتوا متى فهمتوا خلاص نقدر نقلب. الهارمفول افكت بتاع الفلور. طبعا على فكره الفلورا اللي بوتنشال باثوجينيك دي ليها اسم مشهور، اوبورتيونيستيك. انتوا عارفين يعني ايه اوبورتيونيستيك؟ انتهازيه، اي غلطه هي تستغلها. اول حاجه لو واحد اميونو كومبرومايزد على طول البوتنشال الباثوجينيك هيزيدوا يعملوا ديزيز زي عيان الايدز. انتوا عارفين احنا هناخد في فيروس الايدز ان شاء الله نص عيانين الايدز على الاقل بيموتوا من الفلورا بتاعتهم. طيب تاني حاجه بقى، بكتيريا فلورا طلعت اوتسايد النورمال هابيتات بتاعها، فمش هتلاقي حاجه تعمل لها انهبيشن
تزيد وتعمل بيزنس وناخد اشهر مسالين كله يبص لي. انا لسه قايل لكم الايكولاي دي فلورا فين؟ في الانتستين صح؟ طيب وطول ما هي في الانتستين بقيه الفروع اللي حواليها كابسين على فاسها ولا لا؟ سبب عامل من العوامل هنبقى ناخدها في سيستماتيك. الايكولاي اللي في الانتستين دي دخلت البلاد صح؟ امي راحت لليورينري تراكت. هل هتلاقي حواليها البكتيريا اللي بتعمل لها انهيبيشن؟ تقوم عامله يورينري تراكت انفكشن. ولما نيجي ناخد الايكولاي حواليك ايه بقى؟ الكومنستوكوز اوف يورينري تراكت انفكشن عندنا كلنا هي الايكولاي بتاعتنا الفلورا لو دخلت الدم. طيب ما تفهموش المثل ده هعمله لكم. انا بناخده في التاني التاني. مثل تاني. عندي بكتيريا اسمها استاف ايبيديرميدس. قولوا لي يا جماعه احنا مش خدنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت حاجه اسمها استاف اويس؟ فاكرين اللي هي كانت بتطلع بيتا لاكتاميز؟ بنت عمها بقى اسمها استاف ايبيديرميدس. ايبيديرميدس دي جايه من سكين، هي تعيش فلورا في السكين. طول ما هي في السكين مؤدبه دخلت البلاط نتيجه ظروف معينه توصل للهارت فالف. في الهارت فالف مفيش عائلات تعمل لها انهبيشن، تقوم عامله لك اندوكاردايتس. اندوكاردايتس اللي هي انفلاميشن في الهارت. فهمنا اللعبه؟ يبقى بص بقى في الورقه لو سمحت اكتبوا لي مكتوب عندك ايكولاي ان انتستين، اكتبوا بين قوسين بلط. كلمة بلط سهم يو تي ار يا وين هي تكتب. لو دخلوا بلط ممكن يعملوا هنا تكتب. المفروض انتوا بقى تكتبوا المثل التاني. ها تحت ستاب ابيديميدس ها بلط سهم اندوكاردايتس. بالظبط تحت ستاب ابيديميدس بلط سهم اندوكاردايتس. ماشي يا حبايبي؟ يبقى قولوا لي تاني هي هما ليه لما طلعوا بره مكانهم الطبيعي عملوا ديزيز؟ عشان ما لقوش البكتيريا اللي مفروض تعمل لهم انهيبيشن. جميل؟ مسك الختام بقى. ده اهم حاجه في الصفحه. الهارمفول افكت التالت سوبر انفكشن. ودي بقى ممكن تيجي لوحدها في الامتحان. هنناقش دلوقتي سوبر انفكشن. قولوا لي يا جماعه احنا لسه الصفحه اللي قبلها واخدين السوبر انفكشن كايه؟ سايد افكت الانتي بايوتيك. يعني معنى كده اللي هيتسبب في ظاهره السوبر انفكشن ده هو استعمالي للانتي بايوتيك. فحبايبي بقى يطلعوا ورق الشرح، سيبوا الورقه دي دلوقتي وطلعوا الورقه اللي احنا كنا فيها. لو انتوا فهمتوها من الورق الشرح ده تقدروا تالفوا بلا اي صعوبه. بصوا لي على السبوره كده. ناخد مثل مشهور. قولوا لي في الماوس بتاعنا مش احنا قلنا عندنا فانجس اسمه كانديدا صح؟ وحواليه عائلات كتيره من البكتيريا الفلورا صح؟ يبقى هنا في بكتيريا الفلورا. جميل؟ قولوا لي في الاحوال العاديه الاتنين نازلين طحن في بعض ولا لا؟ ولا واحده فيهم بتزيد. يحصل ايه بقى؟ كله يبص لي. انا جالي باثوجينيك بكتيريا عملت لي انفكشن في اي مكان في جسمي. طب قولوا لي مش طبيعي ان انا اخد انتي بايوتيك؟ فعملت ايه؟ قمت واخد برود سبيكترم انتي بايوتيك. فكروني هو يعني ايه برود سبيكترم؟ يعني بيشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. شاطري انت كتبت العيان قلت له خد برود سبيكترم انتي بايوتيك عشان تعالج الباثوجينيك انفكشن. استعمله اسبوع. فجه العيان الظريف اللطيف عمل ايه؟ قال لك وليه اسبوع بس؟ الفلوس موجوده والصحه موجوده. انا هستعمله اسبوعين عشان اضمن البكتيريا دي ما تعتبش ناحيه جسمي. يعني الراجل من نفسه استعمل الانتي بايوتيك فتره اطول من اللازم. قولوا لي بقى واحده واحده. الانتي بايوتيك دي مش هتعالج لك الباثوجينيك بكتيريا؟ طبعا. في نفس الوقت هتموت الفلورا ولا لا؟ مش الفلورا دي بكتيريا؟ بصوا بقى لو كل الفلورا ماتت مش هيهمك، لكن الكارثه
ان البكتيريا الفلورا بتموت، هي اللي بتموت بالانتيبيوتيك. ليه بقى؟ انتوا عارفين الكانديدا دي فانجس، فما ياثرش عليها الانتيبيوتيك العاديه. فايه اللي هيحصل بقى؟ البكتيريا الفلورا هتموت. كده بقى الكانديدا هل هتلاقي حد يمنحها؟ تبتدي بقى تكتر، يعني يحصل لها حاجه اسمها اوفر جروس، يعني بدل ما كانت لو نمبر تبقى هاي نمبر. قولولي بقى تقلب باثوجينيك ولا لا؟ تقوم عامله لك مرض في الماوس والفاجينا، هنعرف اسمه بعد شويه لما نقرا الورق الاصلي. طبعا واحد يقول لي يا دكتور انت ليه سميت الظاهره دي سوبر انفكشن؟ حاجه عبيط. قولولي هو مش انا جالي الاول انفكشن بالباثوجينيك وبعد كده جالي اون توب انفكشن بالفلورا؟ فكلمه سوبر انفكشن يعني انفكشن with flora on top of infection with pathogen. حملها لكم يبقى سوبر هنا معناها ايه؟ second infection. خلي بالك ما حدش يبص في الورق. مثل تاني عشان يجي يبص بقى في الورق عشان اللي ما فهمش المثل الاول ما يقسم رحمه ربنا. بص عندنا يا حلوين عائلات فلورا محترمه في الانتستين اسمها anaerobic flora. الانيروبيك دي يعني البكتيريا اللي ما بتحبش الاكسجين، وهناخد الانيروبيك فلورا دي في السيستماتيك في الترم التاني. حلو. سي ايه؟ عندنا 10 عائلات انيروبيك مثلا، يعني فيهم عيله كارثه اسمها كولوستريديا ديفيسيل. احنا مسميينها ديفيسيل جايه من كلمه ديفيكولت، لان صعب قوي انها تموت باي انتي بايوتيك. يبقى انت عندك الكولوستريديا ديفيسيل وتسع عائلات انيروبيك فلورا جنبها. في الاحوال العاديه نازلين طحن في بعض وبالتالي ما انتش حاسس باي حاجه. حلو. قومي جالك انفكشن ما في جسمك بباثوجينيك بكتيريا، سيادتك خدت الدراج اللي اسمه كليندامايسين. حد فاكره؟ ده لسه ما بيردتش بتاع ال 50 اس الصفحه اللي فاتت. خدت كليندامايسين وبرضه استعملته برولونج. حد يقدر يقول لي بقى يحصل ايه؟ سيادتك هتخف صح؟ وفي نفس الوقت الكليندامايسين هيموت مين من دول؟ التسع عائلات التانيين. طب ليه الكولوستريديا ديفيسيل ما بتموتش؟ لانها ديفيسيل، احنا قلنا صعب جدا تموت، فدول ما بقوش موجودين. قولوا لي بقى دي ساعتها عددها يزيد ولا لا؟ يحصل لها حاجه اسمها اوفر جروس، تقوم عامله لي برضه سوبر انفكشن، مرض هناخده بعد شويه في الورقه. يبقى بصوا بقى في نفس الورقه انتوا عندكم اسهم، هختبر كده هتعرفوا تحطوا على الاسهم ايه. بصوا اول حاجه اول مثل بتاع الكانديدا ما انا هقوله، بعد كده المثل الثاني تاخدوه هوم ورك في البيت. اول مثل بي اس اي، عارفين بي اس اي ده اللي هي ايه؟ برود سبيكتروم انتي بايوتيك اللي هو تحت الفلور. وده بيستحصل عشان انت كنتوا ايه؟ كنتوا كويسين. ايه اللي حصل؟ يبقى برود سبيكتروم انتي بايوتيك صح؟ ورق الشرح يا جماعه شايفين انا بقول ايه؟ اصل في معظم الاحوال بتطلع انت بتبص في حاجه ثانيه خالص، هو ده بيبقى السبب. طيب بصوا بقى تحت طالع سهمين، السهم اللي على يمينك اللي هي ايدك اللي بتاكل بيها مكتوب ايه؟ other flora in the mouth and the vagina. والسهم الشمال كانديدا. قولوا لي السهم بتاع الكانديدا نكتب عليه كل ولا نو افكت؟ نو افكت. مش هو الانتيبيوتيك ما بيأثرش على الكانديدا ولا لا يا جدعان؟ لانها فانجس يبقى نو افكت. السؤال الاصعب بقى، اما السهم اللي على اذر فلورا في الماوس والبشاير نكتب ايه؟ كيل. بسم الله عليكم. على الحاجه الثانيه بقى يبقى هنكتب كيل. ولا حد فاهم اي حاجه اكتبه احنا مش مشكله، بس انا لسه طويل. طيب السهم المهم ده، في سهم من اذر فلورا داخل في الكانديدا صح؟ هخيركم لو كنت المفروض انتوا تقولوا، هل نكتب عليه انهبيشن ولا نو مور انهبيشن؟ اسم الله عليكم الصفاق. يبقى نكتب عليه نو مور انهبيشن. هو ده ماتوا هيعملوا انهبيشن ازاي؟ يبقى نو مور انهبيشن. يحصل ايه بقى ساعتها؟ اوفر جروس للكانديدا، تقوم عامله اس اي اللي هي سوبر انفكشن. المثل اللي تحت بقى تحلوه هوم ورك في البيت،
وتشوف هتعرف تحط على الاسهم ولا مش هتعرف. والعمليه صعبه فعايز انت تركيز. ده صعب. ارجعوا لي بقى للورق الاصلي. لا في البيت اللي هو ملك مش هنا. بتاع الكروسي ده اللي في سيدي. ارجعوا بقى للورق الاصلي. يلا يا جدعان. بقولنا ما حدش يحل الامتحان هنا لو سمحت. يلا بصوا في الامتحان. جالي بقى في الامتحان. يلا يا جماعه عشان نرجع. جالي في الامتحان. سوبر انفكشن. بصوا في الورق. بقول لك ايه؟ الايتيولوجي. Prolonged use of broad spectrum antibiotic. هيؤدي الى suppression of sensitive normal flora. ويحصل overgrowth للفلورا الوحشة اللي هي ليها خاصيتين. Resistant للانتيبيوتيك وبوتنشال الباثوجينيك. لانها لو كانت نون باثوجينيك عمرها ما تعمل حاجة. طيب عندك بقى example. من الفلورا اللي عملت الكلام ده؟ اول حاجة الكانديدا. ماشي؟ الكانديدا ده بتعمل مرض هوريكم صورته ان شاء الله في الداتا شو. اسمه اورال ثراش. انتوا عارفين ثراش يا جماعه؟ يعني وايت ليجن في الماوس. اكتبوا كده ثراش معناها، وهناخدها في اخر السنه حتى في البطن. وايت باتشز ان ذا اورال كافيتي. وايت باتشز ان ذا اورال كافيتي. هوريكم صورته. وايت باتشز ان ذا اورال كافيتي. ركزوا بقى في الاكزامبل الثاني لانه مليان اسماء. دلوقتي كلوستريديا ديفيسيل لو حصل لها اوفر جروس بتعمل مرض اسمه سودو ميمبرينس كولايتس. هوريكم صوت ممكن تبصوا لي عشان انتوا ريح في الباثولوجي. انتوا عارفين يا حبايبي يعني ايه سودو ميمبرين؟ يعني يبقى الحاجه متغطيه بنيكروتيك تيشو على شكل ميمبرين بس هي مش ميمبرين، يعني ممكن تنفصل بسهوله. هوريكم صوت. وطبعا الانفصال ده خطير جدا ليه؟ بيعمل بليدنج لان هي بتبقى على بلاد فيسل فتعمل بليدنج. هناخد الكلام ده في الباثولوجي. فالعيان اللي عنده سودو ميمبرينس كولايتس ده اللي هو سودو ميمبرين في الكولون بيعمل حاجه اسمها بيبقى يعاني حاجه اسمها بلادي دايريه، يعني بيعمل دايريه وفي نزيف وقد يؤدي الى الوفاه. ماشي؟ وهوريكم صورته. يبقى عندك مرض اسمه سودو ميمبرينس كولايتس. نيجي بقى للاسم التاني بتاعه اللي وحش بيخدعني. ساعات اسمي المرض ده drug associated colitis. طبعا colitis معروفه. حد يقدر يقول لي من هو الدراج المقصود؟ كليندامايس. ده بالذات كليندامايس. مش احنا قلنا الكليندامايس هو اللي عمل حكايه السوبر انفكشن دي ولا لا؟ فدراج associated colitis ده الاسم الثاني بتاع سودو ميمبرينس colitis. واكتب لي طلع سهم من كلمه دراج واكتب كليندامايس. ودي بقى هجيب لكم السؤال بتاعها في الامتحان اللي هعمله لكم. يجي كيس يقول لك ايه؟ واحد جاي لي في الهوسبيتال ببلادي دايريا وعنده هيستوري اوف انتيبيوتيك انتيك. تسمع كلمه هيستوري اوف انتيبيوتيك انتيك تبقى دي سوبر انفكشن على طول، يبقى ده بتاع السودو ميمبرينس. ماشي؟ دي بنسميها ايه؟ ليدنج كويشن. هعلمكم الكلام ده ان شاء الله في حصه الامتحان. طيب كده يا حلوين. قبل بقى من ايه ما نعمل الصفحه، بصوا في الورقه كده. يبقى السوبر انفكشن دي بتتجاوب اخر السنه في سؤالين، يا اما سؤال صريح ديسكاس سوبر انفكشن، يا اما سؤال ديسكاس هارمفول افكت اوف فلو. فبيبقى السوبر انفكشن هو الافكت الثالث وتشرحه. حرف اي يعني اكسبلين. دايما لما بكتب لك حرف اي يعني اشرح. اللي عنده سؤال كان عنده سؤال. حد عنده سؤال يا حبيبي؟ طيب ايه اللي بص؟ ايوه اسمع اتفضل. حد سؤال؟ قولي لو الاميونيتي قلت، مش الاميونيتي مطلوب منها انها تقلل العدد؟ هو العدد بيقل بحاجتين، هما بيقللوا بعض والاميونيتي. فانت لو فقدت الاميونيتي برضه عددهم كلهم هيزيد المره دي. واخد بالك؟ يعني كل عائلات الفروع هتسيب، فالبوتنشال باثوجينيك فيهم هتعمل لك مرض. اوكي؟ طيب. الديفينيشن نسيت اعمله لكم. شاطر يا دكتور. مش انا قلت لكم لازم اعمل لكم الديفينيشن بتاع السوبر انفكشن؟ عشان قلت لكم تشوفوا يعني ايه سوبر انفكشن؟ شاطر. اكتبوا. اي حد لاني نسيت اي حاجه في التمرين قول لي على طول. اكتبوا. سوبر انفكشن معناها انفكشن. سوبر انفكشن معناها infection by flora
infection by flora on top of infection by pathogenic bacteria. يبقى infection by flora on top of infection by pathogenic bacteria. دكتور معلش أيوه. الكليندومايسن ده كليندومايسن مع الكانديدا ولا مع اللي هي لا مع السودوميمبرينوس كولايتس. الكانديدا في دراجز تانية بتعملها واخد بالك، بس دي ما عليكش في البكتيريا، هتاخدها في الفرد يعني. مثلا فاكر الامبيسيلين والاموكسيسيلين يعملوها، بس احنا في البكتيريا بقى ما تطلبش منا خالص تشافه ولا اي حاجه. فالكليندومايسن بس مع الكلوسيديا ديفيسيل. ودي بكتيريا ولا فانجس؟ الكلوسيديا ديفيسيل بكتيريا، انيروبيك بكتيريا فلورا. انيروبيك بكتيريا فلورا هناخدها، ما تخافش دي هناخدها. يلا يا حلوين اقلبوا بقى، دي اسهل صفحه النهارده. بما اننا خدنا الفلورا عندنا بقى عنوان ظريف اسمه ايه؟ types of relationship between microbes and host. يعني ببساطة كده، الميكروب لما يدخل في جسم حضرتك ايه العلاقة اللي بيعملها مع جسم حضرتك؟ احنا عندنا ثلاث علاقات، الترجمة بتاعتهم هتغنين. اول علاقة، الاول في الثلاث علاقات، تفتكروا الميكروب هيستفيد ولا لا؟ هو داخل يتشمس في جسمك واكيد هيستفيد. يعني بصوا النبي يا جماعه ركزوا، انتوا كنتوا كويسين. يبقى في الثلاث علاقات من غير ما افكر، عشان كده انا فاتح لكم ايه الخانه على الثلاثه، لازم الميكروب يستفيد، بياخد الاكل والانرجي وكده. لكن المشكله بقى فيك انت بيحصل لك ايه؟ فبص من الترجمه، اول علاقه اسمها ميتشوال ريليشن شيب. عارفين يعني ايه ميتشوال؟ تبادل منفعه. تبادل منفعه. ها يبقى لو انتوا بصيتوا في الهوست بقى، هنا الراجل هيستفيد ولا لا؟ طبعا. واصلنا احنا لسه واخدين البينيفيشال افكت بتاعت الفلورا، وعندنا بقى زي ما خدته في البايو، في فلورا في اللارج انتستين بتطلع لك فيتامين زي فيتامين كي وفيتامين بي كومبلكس، فكده في تبادل منفعه. جميل؟ طيب العلاقه الثانيه اسمها commensal relationship. commensal بالعربي تعايش، علاقة التعايش. واضحة؟ هنا حضرتك لا تستفيد ولا تنضر. يبقى هي البكتيريا بتستفيد لكن انت لا بتستفيد ولا بتنضر. والاكزامبل بعض الفلورا اللي في السكين، بعض الفلورا اللي في السكين لا بتفيدك ولا بتضر. طب العلاقة الثالثة واضحة، العلاقة اللي اسمها بارازيتيك. طبعا عارفين بارازيتيك يعني ايه بالعربي؟ طفيلية. ها تتوقع سيادتك هتنضر ولا لا؟ طبعا. واكتر بكتيريا بقى بتضرك هي مين؟ الباثوجينيك ولا الفلورا؟ الباثوجينيك. بص الفلورا ممكن تضرك لكن في كونديشن معينة، لكن الباثوجينيك هي اللي بتضرك، وبالتالي يبقى الاكزامبل باثوجينيك. ها سهل ولا لا الجدول ده؟ يبقى انت في الام سي كيو لما يجيلك السؤال في الحته دي ما تبصش على البكتيريا، كده كده البكتيريا مستفيده، انت بص على الهوست حصل له ايه. طيب نيجي بقى للعنوان اللي بعد كده. ده اخر عنوان اسمه بالمره، لان كله ايه مفوت على كله. عندنا بقى حاجه اسمها Principles of Infection and Infectious Diseases، مبادئ العدوى. كله برضه مرتبط باللي احنا قلناه. اول ايتم اسمه steps of infection، يعني لما بكتيريا تدخل جسمك عشان تتوغل فيه ايه الخطوات؟ اول خطوه بتعملها اي بكتيريا سواء فلورا باثوجينيك، خطوه اسمها colonization. تعرف colonization يعني تستعمر جسمك. يعني ايه بقى colonization؟ يعني بص كده ادي الميكوزا، تيجي البكتيريا تقوم لازقه على سطح الخلايا وتبتدي تعمل مالتيبليكيشن، على شرط ما تعملش انفيجن. يبقى كلمه كولونايزيشن يعني لسه ما عملتش انفيجن. قولوا لي بقى لو انتوا جدعان، مين البكتيريا اللي بتكتفي بخطوه الكولونايزيشن؟ الفلورا. الله ينور عليكم. مش الفلورا في الاحوال العاديه احنا قايلينها ما بتعملش انفيجن ولا لا،
يبقى أشهر بكتيريا اللي بتكتفي بالكولونيزيشن هي جميل. الخطوة التانية بقى، افرض أنا باثوجينيك. طبعا ما دام أنا باثوجينيك يبقى مش بس هعمل كولونيزيشن، لازم أعمل انفيجن. يبقى كلمة انفكشن معناها ان انا توغلت وعملت انفيجن. هو ده الفرق بين كولونيزيشن وانفكشن، كلمة انفيجن. طب السؤال بقى يا جماعة وده مهم، هل متى دخلت الخلية وابتديت اتكاثر لازم اعمل ديزيز؟ طبعا لا، هو مش ربنا خلق لنا اميونيتي اللي هنبتديها بعد عيد ان شاء الله؟ فبص بقى، والله لو الاميونيتي عملت اوفر كومينج للاورجانيزم ده بيجي ما حد فيه مني يا جماعه. المهم عايزين نوطي صوتنا بقى عشان نستغل الشعرين. لو الاميونتي تغلبت على الفلورا مش هشعر باي مرض، بيحصل لي حاجه اسمها ان ابارنت او سب كلينيكال انفكشن. انتوا عارفين سب كلينيكال يعني لم تظهر كلينيكال بيتش. يبقى هنا مين اللي تغلب على الاورجانيزم؟ الاميونتي. اكتبوها لو سمحتوا. يبقى انت عندك السهم اللي على الشمال في سهمين اتنين صح من الانفكشن او الديزيز. السهم اللي على الشمال نو ديزيز، تحتيها ان ابارنت او سب كلينيكال. ليه بقى؟ اكتبوا ذا اورجانيزم از اوفركم باي اميونيتي، يعني تغلبت عليه الاميونيتي. ذا اورجانيزم از اوفركم باي اميونيتي. طيب الحاجة التانية بقى، افرض العكس، الأورجانيزم هو اللي تغلب على الإميونيتي، ساعتها يحصل ديزيز. جميل؟ يبقى احنا كده عرفنا الستيبس اوف انفكشن، ابتدي بكولونيزيشن ولو انا باثوجينيك اكمل واعمل ايه؟ انفكشن، لكن الانفكشن مش دايما بيديه ديزيز. اللي جاي بقى عبيط، ركزوا معايا. تايبس اوف باثوجين يعني ايه؟ انواع البكتيريا اللي بتعمل لك امراض. باثوجين يعني اللي بتعمل امراض. بصوا اول نوع من البكتيريا اسمه برايمري باثوجين. انتوا عارفين يا حبايبي يعني ايه برايمري باثوجين؟ يعني ده لو دخل جسمك 99% هيعمل ديزيز. اتوقع ليه يا جماعه؟ افتكروا الفيرولنس فاكتور بتاعته ايه؟ عالية جدا. العالم دي مفترية يعني عندها هاي فيرولانس فاكتور، وعشان كده لما بتدخل الجسم غالبا بتتغلب على الاميونيتي وغالبا بتعمل لك ديزيز. وعندنا اكزامبل بقى البلاوي سودا هناخدها. الكتاب هنا كاتب ايه؟ ديفتيريا، تي بي، باسيلاي، كل دول اسمهم برايمري باثوجين. واكتبوا جنبيهم هاي فيرولانس، هاي فيرولانس. يبقى ده اول نوع. النوع التاني بقى قلناه اسمه اوبورتيونيستيك. فاكرين يعني ايه اوبورتيونيستيك؟ انتهازي، يعني لازم عدده يزيد عشان يعمل لك مرض. وده اكزامبل مين؟ الفلورا. طب سؤال عبيط، هما اشمعنى الفلورا لازم عددهم يزيد عشان يعملوا مرض؟ عشان هما لو فيرولنس. مش احنا لسه متفقين انهم لو فيرولنس ولا لا؟ فاكتب لي جنب كلمه اوبورتيونيستيك لو فيرولنس. ولو انتوا فهمتوا بقى اللقطه دي، العنوان اللي جاي عبيط. العنوان اللي جاي بيقول لك بقى اخر عنوان هنقوله فاكتورز افكتنج هوست بارازايت ريليشن شيب. طبعا قولوا لي يا جماعه، دخل الميكروب هتقوم معركه كبرى بين حاجتين، الاميونيتي بتاعت حضرتك صح اللي هي الهوست فاكتور، وهناخد الاميونيتي، والميكروبيال فاكتور. قولوا لي يا جماعه ما المقصود هنا بالميكروبيال فاكتور؟ صح الفيرولنس فاكتور. وعشان كده بقى سؤال عبيط، هو في علاقه بين الباثوجينيسيتي بتاعت الاورجانيزم والفيرولنس بتاعته؟ طبعا، ده هو بيقول لك الفيرولنس هي الديجري اوف باثوجينيسيتي. يعني ايه؟ بصوا لي كده، لو انا هايلي فيرولنت ابقى هايلي باثوجينيك ولا لا؟ وعشان كده اعمل مرض وانا حتى اللو نمبر ولا لا؟ وادوني اكزامبل، برايمري باثوجين ولا فلورا؟ برايمري باثوجين. طب العكس،
لو انا لو فيروس ابقى لو باثوجينيسيتي ولا لا؟ وبالتالي عشان اعمل مرض لازم عددي يبقى ايه؟ عالي. ادوني اكزامبل. شفتوا عمليه عبيطه ازاي؟ هبليكوا بقى حكايه العدد دي في ظهر الصفحه عشان الام سي كيو. يبقى تفسير الفيرولنس از ذا ديجري اوف باثوجينيسيتي. حاجه هبل. اعملوها في ظهر الصفحه عشان الام سي كيو. حكايه يعني ايه فيرولنس ديجري اوف باثوجينيسيتي؟ اكتب هاي فيرولنس اورجانيزم او هايلي فيرولنت اورجانيزم، اي حاجه هاي فيرولنس اورجانيزم. Cause disease. Cause disease in low number. Cause disease in low number. يعني هما in low number ممكن يعملوا disease. ها والإكزامبل إيه؟ إكزامبل primary pathogen. الإكزامبل primary pathogen. اللي تحتيها بقى المفروض أنتوا تكتبوها. نبتدي بكلمة low virulence organism. ها أنا بكلم نفسي أساسا. low virulence organism cause disease. ها in high ولا low number؟ إيه ممكن in high number. يبقى cause disease in high number. example إيه حلوين؟ فلور. example فلور. شايفين كل الصفحتين مرتبطين ببعض. يبقى إحنا كده بحمد الله تعالى وتوفيقه خلصنا الثلاث صفحات. يبقى قولوا لي بقى لا لسه مش بريك مش دلوقتي الا ربع بالظبط. لا لسه عشان بعد بريك يبقى حاجه بسيطه. دكتور مش كده كده هناخده. مفيش هوا؟ لا لسه. اه والله عشان التكييف ده مش شغال لسه. لا انا حاسس بهوا كويس قوي. لكن التكييف ده مش شغال. طب افتح يا دكتور. لا ما نقدرش نوقف دلوقتي يا جماعه. انا عايز بعد بريك يبقى حاجه بسيطه. معلش افتح الباب. احمد هو دخل قفلها. قول لحماده مفيش هوا. معرفش فصل ولا حصل ايه. طب ما تقولوا يا جماعه وانتوا قاعدين في العذاب ده من اول الحصه ليه؟ ما تقولوا حاجه وانا يا جماعه يعني افرضوا فطستوا مني ولا حاجه. ماشي ما تقول. انا معلش عشان حاطين لي مروحه مش حاسس بمعاناه الجماهير كده. ان شاء الله ربع ساعه شمس وربع ساعه يلا يا حبايبي طلعوا بقى المذكره الجديده. احنا فاضل لنا في المذكره. شوفوا عشان تعرفوا اللي بيأخر الحصه الطلبه مش الدكتور. انتوا عشان قاعدين يا مركزين يا مدينه الله اعلم بس هادين وشطار وبتجاوبوا عليا. احنا دلوقتي بالظبط فات من الحصه ساعه وخمس دقائق. الساعه وخمس دقائق دول مع اللي قبليكوا ما كناش لسه خلصنا الصفحه دي. يمكن كنا فوقها شويه. واخدين بالكم معايا؟ فحكايه ان انتوا قاعدين مدينين دي حاجه قشطه يعني. اه والله الولد اللي غلطان بقول لكم انتبهوا. لا لا ده غلطان. ناوي. ناوي. عليكم منور. خليكم اعمل لكم منور في البيت. الشاي والمزيكا. يلا بصوا يا حبيبي. احنا النهارده فاضل لنا ايه بقى؟ يلا حلوين. يلا. فاضل لنا هناخد البكتيريا الكروموسوم. انتوا فاكرين البكتيريا الكروموسوم هو اخر بيزك استراكشر عندنا. وبعد كده ناخد الميوتيشن اللي بتحصل فيه
انا كل شويه عمال اقول لك ميوتيشن. طب عايزين نفهم يعني ايه ميوتيشن. واخر حاجه هناخدها الانتي بايوتكس اللي بتاثر عليك. هما الصفحتين دول. يلا بصوا، اول حاجه بقى الكروموسوم. عايز حبايبي يطلعوا الورق الملون قدام، يعني اي حاجه بقولها على السبوره هتلاقي الاكويفالنت بتاعها في الورق عندنا. ربنا يخليك يا حبيبي. بص دلوقتي المهم كده في هشوفها في الامتحان اللي هعمله لكم ان شاء الله. مش بتاخده نعم تقعد تحسس عليه كده وخلاص. ايوه عايز بقى بالظبط. ما كلنا كنا بنعمل كده احنا صغيرين، يعني بتحسس عليه. لكن تبص فيه ايه؟ ما فيش. بص يلا يا حبايبي، بص يلا اول حاجه عندنا في الصفحه دي تلاتة ايتم على الكروموسوم. اتنين يجوا في الام سي كيو وواحد بيجي في الوتر. اللي بيجي في الام سي كيو فقط اللي هو ايه؟ اجي اقول لك الاستراكشر بتاع الكروموسوم والفانكشن. كل واحد يطلع ورقه. اللي بقى بيجي في الوتر الريبليكيشن. طيب سهل. اول حاجه قولوا لي البكتيريا عندها كام كروموسوم؟ واحد. اشمعنى؟ اخص عليك لانها بروكاريوت. انا حسبتكم ليه؟ هو يعني ايه كلمه بروكاريوت؟ يعني سنجل كروموسوم وما عنديش نيوكليير من بين، صح؟ يبقى البكتيريا كده. نيجي بقى لاول معلومه هتلاقوها بايثون. الكروموسوم بتاع البكتيريا سيركلر، هو دبل ستراند دي ان ايه وسيركلر، عكس الكروموسوم بتاعنا بيبقى لينير بايثون جنبيه، لكن الكروموسوم بتاع البكتيريا سيرك. حاجة كمان مهمة، لازم الكروموسوم بتاع البكتيريا يبقى سوبر كول. واجي اسألك ليه في الشاب؟ قولوا لي يا جماعة يعني ايه سوبر كول؟ يعني لافف حوالين نفسه كتير. ايه بقى؟ بصوا لي كده. لو انا فردت الكروموسوم بتاع البكتيريا بيبقى طوله 1 مليمتر. حلو؟ بينما الديامتر بتاع البكتيريا بيقاس بالمايكرون. قولوا لي هو مين الاكتر، المليمتر ولا المايكرون؟ المليمتر. يبقى ازاي احشر مليمتر في مايكرون؟ لازم يبقى سوبر كولد. يبقى اكتبوا بقى سبب السوبر كولد ايه بالرصاص. اتس لينث، اتس دي عايده على الكروموسوم تحت كلمه سوبر كولد. اتس لينث از مور ذان ذا ديامتر اوف بكتيريا. Its length is more than the diameter of bacteria. Its length is more than the diameter of bacteria. طيب بصوا على آخر سهم. أنا الأول هقول الحاجات بتاعت البكتيريا وبعدين أقول لكم الحاجات بتاعت البايو بقى اللي هي في النص. بصوا بقى قولوا لي أنا عايز أقارن هنا بين الكروموسوم بتاع البكتيريا والنيوكليوس بتاعت اي كائن ايوكاريوت. قولوا لي هل الكروموسوم بتاع البكتيريا حواليه نيوكليير ميمبرين؟ طبعا لا، عكسنا احنا. طيب ما عندوش حاجه اسمها نيوكليولوس، اكيد سمعتوا عنها. طيب ما عندوش حاجه اسمها هيستون، عارفين يعني ايه هيستون؟ اللي هي النيوكليير بروتين البكتيريا ما عندهاش. وما عندوش حاجه اسمها مايتوتيك اباريتس. يا جماعه بطلوا كلام، احنا قلنا خليكوا هاديين. انتوا عارفين يا جماعه في حاجه اسمها مايتوتيك سبيندل اللي هي بتعمل مايتوز، هنا ما بينقسمش باي مايتوز، وبالتالي ما عندوش كل الكلام. يبقى انا كبكتيريا يهمني اول ايتم على الشمال، اول ثلاثه ايتم واخر ايتم. اللي في النص بقى ده باي. الكتاب كاتبه ليه؟ عشان تفهم الميوتيشن. فبصوا بقى انا جايب لكم رسومات باللي انا هقوله، لكن المفروض المعلومات دي كلها قديمه. قولوا لي انتوا عارفين الدي ان ايه سنجل ولا دبل ستراند؟ دبل ستراند. طب التو ستراند المفروض يبقوا ايدنتيكال لبعض ولا كومبلمنتري لبعض؟ فاكرين من الباي يعني ايه كومبلمنتري؟ يعني لو انا هنا عندي ادينين يبقى قصادي سايمين. كام هيدروجين بوند؟ اثنين. ولو انا عندي هنا سيتوزين يبقى قصادي جوانين. كام هيدروجين بوند؟ ثلاثه. حته باي وانا جايب لك رسم حاجه كمان بقى. قولوا لي مش احنا عندنا في حاجه اسمها جينيتك كود اللي هي الشفره الوراثيه، ودي بتحدد حاجه اسمها جين. فنيجي نراجع مع بعض في عديم البايو. قولوا لي ده مش بايو اساسا، لا ده ثانويه عامه حتى. دلوقتي يا حلويني
لو ده الدي ان ايه، مش الدي ان ايه بيبقى عليه نيوكليوتايد ولا لا؟ ادينين صار الكلام. طيب مش الدي ان ايه بيطلع منه ميسنجر ار ان ايه؟ طب عليه نيوكليوتايد. طب ما هو الجينيتك كود؟ ببساطه ان كل 3 نيوكليوتايد بيروحوا يبقوا ترانسليتد لوان امينو اسيد في الريبوسوم. مش احنا عندنا حاجه اسمها كودون يا جدعان؟ وبروح يبقى في حاجه اسمها انتي كودون في الريبوسوم. يبقى الشفره الوراثيه عباره عن ايه؟ كل 3 نيوكليوتايد بيبقوا يدوك وان امينو اسيد، دي اسمها الشفره الوراثيه اللي هو جينيتك كود. طب قولوا لي بقى، مش انا هفضل المسج اي ده بيترجم في الريبوسوم لغايه ما اعمل بولي بيبتايد؟ طب السؤال ده، النيوكليوتايد سيكونس اللي هي كودنج فور بولي بيبتايد كلها، النيوكليوتايد سيكونس دي اسمها ايه؟ جين. لا حول الله. دبلوم تجاره واللي فيك دو... ايوه يا دكتور. هنا ايه؟ مفيش تكييف هنا؟ عايزين تقفلوه؟ مش عارفين. طب وانتوا كويسين؟ طب ما نبادر بقى يا ابني. طب معلش احنا بتعبك يا دكتور. حاضر حاضر. يخرب بيت العيا. هوا حد يطول الهوا والبرد. اللي لابس دفى بتاعي دفى. والبصوا بقى روفا بقى بعد كده. ورا التكييف بتاع الورا اتحول ودي اهدي حته منك لو نقدر. يلا بقى خلاص يلا يا حاج. وانا برضه قدمت. خلاص خلاص يا ابني. بص يا عز مثلا بس قولوا لي ما مع يا ابني اقول لك يا ابني والله اقول لك لا اقول لي لا اسمك يا دكتور عز. انت بتقول عز ايه ما تشعز. بص خلاص بص ما هو الجين ديفينيشن؟ هو نيوكليوتايد سيكونس اللي هي كودنج فور وان بروبرتي. قولوا لي يا جماعه مش اي صفه وراثيه خلقها ربنا يبقى نتيجه جين ولا لا؟ لون العينين، لون الشعر، الغباء، والذكاء برضه وحياتك كله. المهم هتشوف هتكتشف بعد 3 سنين انه جين. المهم وانت في سته ان شاء الله. خلاص يا ابني يخرب بيتك. انا متاسف. طب بص يبقى انا كده بالبلدي وكله مرسوم عندكم. يهمني في الام سي كيو بتاع البكتيريا اول حاجه واخر حاجه. في النص احنا شرحناه والكتاب قاله عشان لما نيجي ناخد الميوتيشن بعد البريك ان شاء الله، او ممكن اخد قبل البريك كمان. احنا ماشيين بسرعه. نيجي لاهم حاجه الفانكشن والريبليكيشن. بص الكروموسوم عليه الاسينشال جينز بتوع البكتيريا، يعني اي جين حياه او موت للبكتيريا لازم يبقى على الكروموسوم. واحد يقول يا دكتور هو في البكتيريا حاجة اسمها نون اسينشال جين؟ دي بتبقى موجودة على البلازمت وهناخدها الحصة اللي بعد الجاية ان شاء الله. مش احنا عارفين حاجة اسمها بلازمت؟ البلازمت بيبقى دايما عليه نون اسينشال جين، لكن الجين الاسينشال على الكروموسوم. لغاية كده خلص الام سي كيو. يجي بقى سؤال بيجي في الريتم. طريقة انقسام البكتيريا. البكتيريا بتنقسم بطريقة اسمها سيمبل باينري فيشن. بالعربي اكتبوا السيمبل باينري فيشن معناه انقسام ثنائي بسيط. ده ابسط شكل في الايه في التكاثر خلق ربنا. انقسام ثنائي بسيط سيمبل باينري فيشن يعني انقسام ثنائي بسيط. طيب ليها اسم تاني برضو تحف الصم كل البصيل ساعات اقول عليها سيمي كونسيرفاتيف ريبليكيشن وهنعرف ليه بعد شويه. ممكن بقى تبصوا لي على السبوره انا جايب لكم رسمتين حلوين للريبليكيشن تحت خاص واخدين بالكم. بس انا برضو هقول اول واحد على السبوره دلوقتي يا حلوين وركزوا معايا عشان من ايه ما ناخدش وقت كتير. مش احنا اتفقنا البكتيريا عندها سنجل كروموسوم دبل ستراند؟ انا الهدف بتاعي عشان تبقوا عارفين عايز اعمل 2 دوتر سيل. حلو؟ من البيرنت سيل على شرط يطلعوا ايدنتيكال لبعض شبه بعض بالملي ويطلعوا ايدنتيكال للبيرنت كمان. حلو؟ بصوا بقى بيحصل ايه؟ اول خطوه التو ستراند ينفصلوا عن بعض عشان كل واحده هتروح في دوتر. يبقى قولوا لي بقى كل دوتر
خدت كام في المية من الكروموسوم بتاع الكليون؟ 5%. عشان كده بنقول على الطريقة دي سيمي كونسيرف. تعرفين سيمي يعني ايه؟ نص، وكونسيرفاتيف محافظ. فاكتبوا بقى احنا ليه سميناها سيمي كونسيرف بسرعة كده. عملية هبلة كده، طلعوا سالة من سيمي كونسيرفاتيف واكتبوا اتش دوتر سيل. اتش دوتر سيل ريسيفز 50% of the parent chromosome. 50% of the parent chromosome. طيب كل بوصل هيحصل ايه بعد كده؟ كل استراند من دول هتمسك في حاجة اسمها سبتة الميزوزوم. هل تذكرونها؟ كله فتح بوك. فاكين ايه الميزوزوم؟ مش السيل ممبرين كان فيه انفاجينيشن، وقلنا ان السبتة الميزوزوم دي ربنا خلقها عشان يحصل فيها اتاتشمنت في بداية السيل ديفيجن. فكل واحدة تمسك في سبتة الميزوزوم. جميل؟ يجي بعد كده بقى البكتيريا عندها دي ان ايه بوليميريز. حلو؟ بصوا بقى يحصل ايه. يبتدي البوليميريز يعمل في الاستراند دي كومبليمنتري استراند. قولوا بذمتكم الزرقه الجديده دي مش هي هي دي؟ مش دي كانت كومبليمنتري دي ولا لا؟ يبقى الزرقه دي شبه دي بالظبط، والعكس صحيح. حاجة على الاستراند دي والبوليميريز يعمل كومبليمنتري زرقة. قولولي مش دي شبه الحمرة دي ولا لا؟ يعني قولولي بقى يا جماعة في الاخر، مش التو كروموسوم طالعين ايدنتيكال لبعض ولا لا؟ وفي نفس الوقت ايدنتيكال للبيرنت، صح ولا مش صح؟ فده المقصود بكلمة تو دوتر ايدنتيكال سيل اند ايدنتيكال تو ذا بيرنت كروموسوم. فبصوا بقى اخر سطر في الصفحه مكتوب، سوري مش في الصفحه، في الابلكيشن فوق الميوتيشن على طول مكتوب the two daughter cell are identical لبعض، صح؟ كملوا الجمله بقى بين قوسين and identical to the parent. and identical to the parent اخر سطر بقى، وبعدين هناخد البريك. بصوا في نص الابلكيشن كده بيقول لك ايه، حصل حاجه اسمها انوارد جروس اوف سيل ممبرين وسيل وول، فاتقسم البروتوبلازم لتو ايكوال بارت. ايه رايكم نشوف صورتها على طول؟ بصوا بقى في الورق الملون الصوره اللي على اليمين. دكتور الميتوزيس بيبقى فيه بقى كلام اكتر، واخد بالك؟ يعني في الهستولوجي لا في كلام اكتر اكيد، في عمليه معقده ماشي، يعني ده فيري سمبل ماشي، مش في حاجه اسمها اوكازاكي فراجمنت وحاجات زي كده بتاع الميتوزيس كومبلكس. بص وصل هنا في حاجه اسمها ليدنج ستراند ولاجنج ستراند، واخد بالك؟ والاثنين بيتموا جنب بعض، لا في فروقات في الميتوزيس، لا في فروقات. طيب بص اخر حاجه، ممكن تبصوا على الرسمه اللي على اليمين ثالث رسمه. دلوقتي انتوا ملاحظين ايه؟ السيل ممبرين والسيل وول عملوا حاجه اسمها انوارد جروس عشان في الاخر يفصلوا لي البروتوبلازم عن بعض، بحيث في الاخر بقى عندك تو ايدنتيكال. جميل يا حبايبي؟ 7 بالظبط تقول الساعه 7 الا ربع، 7 بالظبط يا جماعه. لا لا اشتغل.